ما كنت الحميدي مساعد صحي مروان. اليوم وقع ثم مقابلة مع مدير الصحة مع المسؤولين، المدير العام، مدير الجوار، مدير الموارد البشرية والمستشار وسيد المستشار، وتطرقنا الموضوع وعملنا التحيين. معناها والتحيين معناها وقع بعد عناء بعد 9 سنين، معناها بعد المنشور اللي هبط، منشور 16 اللي هبطوا ديميدون. معناها اليوم اللي بالإذن معناها ثم نحس ثم قرار جديد وإداري باش تطبق القانون. فهمتني؟ نشكر كافة المديرين اللي معناها امتثلوا للقانون هذايا واللي سهلونا أمور التحيل. اللي كان النوبر شبيبين وسط شمال أصبح النوبر 5800 فيهم ما يقارب 1000 و1000 يخدموا على الحاضرة، معناها مش صحاب، معناها تو أب تري نحن 4500 واحد. هذايا مصرح به من طرف مدير لجنة الموارد البشرية بوزارة الصحة. هذا تو نحن عملنا تو تو كي تمشي تحكي مع أعلى سلطة الإشراف اللي هو رئيس الجمهورية تقول لك أعطيني المقترحات. المقترح نتاعنا نحن الأول تاعها الانتداب على الدفوعات، خاطر 1500 ماهوش نومبر كبير معناها بالنسبة للدولة التونسية، معناها نجم نقولوا نومبر في المتناول. أول حاجة الانتداب على الدفوعات كما نقولوا على دفعتين ولا على ثلاثة. ثاني حاجة طلبنا باش معناها تدخل جميع الوزارات اللي معناها تنجم، كما وزارة العدل، كما وزارة الشؤون الاجتماعية، كما وزارة الصحة، كما وزارة التربية معناها في الليزانفيرميري، معناها في الليسيات، فهمتني؟ وكما زاد في المنظمات كما منظمة الهلال الأحمر، كما منظمة مقاومة الصداء، هذم الكل في خضم معناها كي تمشي على ثلاثة دورات، هذم الكل في العام كي يدخلوا 1500 معناها على ثلاثة دورات على ثلاثة سنين نسمعوا نخدموا الناس الكل. ومشينا أبعد من هذا، قلنا نجموا ندخلوا 4500 هذم الموجودين ونتطوعوا، لكن يصفي الدورة الأولى يصفي لها وضعينها، وبعد الدورة الثانية وبعد الدورة الثالثة في ضمن ذلك نخدموا الناس الكل. ومشينا زادة معناها في طلب اللي فوق 40 سنة يلزموا يخدم، خاطر ما عادش عنده حتى حل آخر. والطلب الآخر اللي فوق 35 سنة يلزم تتم عملية الانتداب نتاعو. سيد وزير الصحة وعدي اللي مشرفة على الأمر سيد رئيس الجمهورية معناها قلت له ربي فما كان خير، ونحن معناها الكلون بكل المصداقية بالحق اللي جات. معناها أنا اليوم شرفت اللي الدولة التونسية عندها وزير الصحة بالمستوى الرفيع هذايا، وقفة احتجاجية في جميع الإدارات التونسية للصحة بالجمهورية التونسية كلها راهو وقع، ومعناها والمديرين رابطوا الوزارة اللي كونوا راهو كذا كذا، معناها حتى ونحن في الاجتماع شفنا المعلومات اللي كونوا الإدارات الجهوية كل المساعدين مع تصريح كامل الإدارات الجهوية وبيلزم يلقاو حاول، فما بوادر، فما ملف مشي، هل فما كذا، فما قدرة ربي فما كان خير.